طب استاذ احمد رفعت، خلينا نتكلم بصراحه. دايما هناك مزايدات علينا كاعلاميين. انا مثلا لما اجي اقول يا جماعه كثره اعلانات التبرع، وان احنا البعض قال عليها شحاته، قال لك انتوا اساتوا للشعب المصري، طلعتوهم كانهم شحاتين. لما نيجي نتكلم مثلا على اي قضيه يقول لك انتوا كده بتسيئوا لصوره الشعب المصري في الخارج. انا عايز اعرف بقى، هم بيتاخدوا هذا القرار ودايما بيلومونا احنا ان احنا بنسيء الى صوره الشعب المصري في الخارج، لما تناقش حتى الصلاه المختلطه يقول لك انت بتسيء كده لينا في الخارج. قرار اغلاق قناه فضائيه بلا اي مبرر منطقي لمده اسبوعين، ده تاثيره ايه على صوره النظام السياسي؟ خلينا نتكلم بصراحه. لا يسيء مش للنظام السياسي وبس، يسيء كمان لفكره التحضر اللي احنا بنقول للعالم ان احنا وصلنا لها من بعد كمان، حتى كمان لما قدرنا نزيح عصابه مجرمه من السلطه في سنه 2013، واتقال ان المصريين بلغوا من الرشد وبلغوا من الوعي الى مرحله ما يقدروش او ما يقدرش حد يرجعهم تاني عنها. فانت بتشكك في يعني في جمله التراكم اللي حصل او التطور اللي حصل من 2013، على الاقل من 2013 لغايه النهارده. أيوة. ليه تطعن فيه؟ ما مش يخص النظام لوحده، يخص مصر كلها. نعم استاذ احمد رفعت، هل تعتقد دي هتكون بدايه لاغلاق بعض الصحف الاخرى، بعض القنوات الاخرى؟ انا بقول لحضرتك، ما هي بقول لك لما يعني بيقولوا، انا مش فاكر المثل بالظبط، بس هو لما العجله يعني بتدور بتكر وراها، فانا اخشى ان دي تبقى بدايه، وانه يبقى يعني تقليد نبني عليه بقى ونقيس عليه اجراءات ثانيه مع حالات. طب خليك معايا استاذ رفعت. استاذه فريده عايزه تعلق على كلامك، خليك معايا. انا طبعا موافقه مليون الميه على كل اللي قلته، بس بسال سؤال، ليه الاعلاميين ما ينتفضوش ضد هذا القرار؟